رجل تخلى عن أمريكا وقرر يعيش بالضفة الغربية بفلسطين، حصل على الجنسية الفلسطينية وصار رمز ومثال عالمي للإنسانية والعطاء. مين هالشخص وليش قرر يترك أمريكا ويعيش مع الفلسطينيين بأقصى الظروف وأصعبها؟ I am Palestinian. You forget to see my ID. I am Palestinian. الصحفي الأمريكي ستيف سوسبي مقيم حالياً بالضفة الغربية بفلسطين، بدأت حكايته قبل 30 سنة خلال عمله كصحفي ميداني ومراسل من القدس. شاف ستيف من وراء الكاميرا طفل فلسطيني فقد إيديه ورجليه ووحدة من عيونه. قرر بهديك اللحظة يترك العمل الصحفي ويساعد هالطفل، يحاول يصنع فرق حقيقي بحياته. وبسبب ضعف الإمكانيات الطبية بالضفة الغربية قرر ياخده برحلة علاج لأمريكا. ورغم كل صعوبات الحصول على الفيزا وقيود السفر قدر ستيف ينقل الطفل الفلسطيني لمشافي أمريكا يعالجه ويأمن له أطراف صناعية غيرت حياته للأفضل. This was where I realized I could do something and help others and make a positive difference in the lives of others. بعد هالموقف أسس ستيف جمعية إغاثة أطفال فلسطين، جمعية ساعدت وغيرت حياة مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين المرضى وفاقدين الأطراف. وفر أدوية ورعاية طبية وساعد بنقل مئات الحالات الطبية الحرجة لأمريكا وأوروبا. وعلى مدى سنوات طويلة قدر ستيف يجيب أكثر من 70 فرقة طبية وتطوعية، فرق بآلاف الأطباء من كل دول العالم دخلوا فلسطين لمساعدة الكوادر الطبية الفلسطينية خاصة بالعمليات الجراحية الحرجة والخطيرة. قديش عمرك انت؟ 12. عندي بنت عمرها 12 زيك اسمها جنة، كبرانة زيك. بعد وفاة زوجة ستيف الفلسطينية هدى المصري بعد صراع مع مرض السرطان قرر يأسس مستشفى يحمل اسمها لمعالجة وتشخيص الأطفال اللي بيصارعوا نفس المرض اللي كان السبب بموتها. وبالفعل أسس مركزين، واحد بغزة وواحد بالضفة الغربية، بيعالجوا أكثر من 1200 طفل سنوياً مجاناً. شو اسمك؟ أشرس. قديش عمرك انتي؟ 5 سنين. من وين؟ يلا غني شوي غني. ساعد ستيف آلاف الأطفال الفلسطينيين وكان سبب بتغيير حياتهم للأفضل، وظل اليوم مشغول بجمع التبرعات والمساعدات للمناطق الفلسطينية المحاصرة. ستيف سوسبي الأمريكي الفلسطيني صانع الأمل اللي أثبت لكل العالم إنه الإنسانية مالها جنسية، مالها دين ومالها لون. الإنسانية بتوحد البشر. وهي كانت أخبار تستاهل نشاركها. عمو ستيف حقق لي أحلامي وركب الطرف صناعي، بدل حياتي، خلاني مبسوط.